عشان ما قطنش مو حق من المواطنين هذا افتشاع ونهوضه والحالة هذه انعقاد جلسة تأدية اليمين خارج مقابر مجلس الدستور 2004 رقية إلى رتبة عقد على استقلال الديان وسيادة الديان وعلى عهدة الوطن وحفظ التراث son investiture par le Conseil constitutionnel. Dans cette cérémonie de félicitations qui vient de commencer.
مرحبا برئيسنا، مرحبا مرحبا. سلام جواد، لازم ما كيسال. هيا متبدا ما كيسال عمر مرحبا.